بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل الحديث عن ليلة القدر وإحيائها. الإحياء، الإحياء معناه هو جعل الشيء حياً، إذا حياة. وإحياء الليل هو استعارة في السهر وترك النوم في جميع الليل أو وأكثره. وفي سيرة أهل البيت عليهم السلام في ليالي القدر، ليالي القدر أقصد بها ليلة 19 وليلة 21 وليلة 23، يطوون فراشهم لا ينامون. الآن الإخوان قد يرتبون مثل إحياء جماعي وينتهي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، وينتهي الساعة واحدة أو الساعة اثنتين. الإحياء بنص القرآن الكريم ينتهي سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن لا تنتهي ليلة القدر بالإحياء الصوري الذي نعمله، وإنما يستمر إلى الفجر. وهذه سيرة أهل البيت عليهم السلام، وكانت فاطمة الزهراء عليه السلام كما في الخبر تنضح وجوه أبنائها بالماء حتى لا يناموا في هذه الليالي. من أحيا ليلة القدر، النبي صلى الله عليه وآله يقول: من أحيا ليلة القدر حول عنه العذاب إلى السنة القابلة. من أحيا ليلة القدر غفرت له ذنوبه ولو كانت عدد نجوم السماء ومثاقيل الجبال ومكاييل البحار. ليلة القدر ثلاث ليال كما في خبر عن الإمام الصادق. التقدير يقول: في ليلة 19، والإبرام في ليلة 21، والإمضاء في ليلة 23. حتى أشرح هذه الرواية بشكل مبسط يعني حتى توصل الفكرة. هذه الرواية بمثابة شنو يعني؟ ليلة 19 هي ليلة التقدير، وليلة 21 هي ليلة الإبرام يعني الإحكام، وليلة 23 ليلة الإمضاء يعني الاعتماد والنفاذ بالذال. يعني بمثابة أن واحد الآن بيبني بيت، أول خطوة يقوم بها، أول خطوة هو أنه يوضع عليه خرائط للبناء. هذه الخرائط للبناء بمثابة ليلة 19، الاتفاق مع مقاول وأعداد مواد البناء كامل، كل ما يحتاجه البناء والشروع في البناء، هذه ليلة 21 يعني ليلة الإبرام. ليلة 23 ليلة الإمضاء، يعني إذا المقاول انتهى من البيت كله وسلم المفاتيح إلى صاحب المنزل وانتهى وقال له تفضل هذا بيتك كامل، هذا ليلة الإمضاء. بمعنى آخر أن في ليلة 19 ممكن الله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت، تتغير الأمور. في ليلة 21 أيضا كذلك تتغير الأمور بين المحو والإثبات. في ليلة 23 كذلك تتغير الأمور إلى الفجر. من يطلع الفجر خلاص تحولت الأمور كلها إلى إمضاء، بعد أن يمضيها صاحب العصر والزمان تتحول إلى المحتوم خلاص. تالي متى تتغير؟ السنة القادمة. ولهذا ورد عن أهل البيت عليهم السلام أن يدعو الإنسان في طيلة شهر رمضان وفي ليلة القدر: اللهم أني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم وفي الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل. يعني يقول هذا الداعي يسأل الله، يقول: يا رب أنا أدعوك أن هذه الأمور التي أدعو بها الآن انقلها إلى المرحلة الثالثة في ليلة 23، أريدها على نحو الإمضاء، خلاص الإمضاء النهائي الذي لا يتبدل. أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عنهم سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية، وتوسع في رزقي، وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بغيري. الحديث يطول في أعمال ليلة القدر، لكن أبرزها الاستغفار، أبرزها صلاة الركعتين بالفاتحة مرة وسبع مرات قل هو الله أحد، زيارة الإمام الحسين
صلاة 100 ركعة في هذه الليلة، تلاوة سورة القدر 1000 مرة، الغسل في بداية الليل عند غروب الشمس وفي آخر الليل. لكن ما هو أفضل الأعمال في هذه الليلة؟ ليلة هي خير من 1000 شهر، الأعمال مضاعفة. سعيد من أعاده الله على شهر رمضان، سعيد من وفقه الله لإحياء هذه الليالي. ما هو أفضل الأعمال في هذه الليالي؟ لا يوجد نص صريح يحدد أفضل عمل في ليلة القدر، لكن هناك من الفقهاء فهموا حسب فهمهم بعض الأمور. هناك من الفقهاء المعاصرين من قال إن أفضل عمل في ليلة القدر هو معرفة حجة الله في أرضه في كل زمان ومكان، في زماننا وصاحب العصر والزمان عجل الله فرجه. ويستحب للإنسان أن يقرأ هذا الدعاء: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني وهو رأي السيد الخوئي، يقول إن أفضل أعمال ليلة القدر هي زيارة الإمام الحسين عليه السلام. ومن أراد أن يصافح أرواح 124,000 نبي فليزر الإمام الحسين في هذه الليلة. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث هو رأي المجلسي في كتابه زاد المعاد، يقول إن أفضل الأعمال في ليلة القدر هو الاستغفار والدعاء لمطالب الدنيا والآخرة وللنفس وللوالدين والأقربين، ثم ذكر الحاجات الخاصة. الرأي الرابع وهو رأي الشيخ الصدوق يذكره في أماله، كتاب الأمالي في المجلس 93. الجميل في نقل الشيخ الصدوق أنه كان يتكلم عن نوافل شهر رمضان من الصلوات في ليلة 21 والليلة 23، في الليلة 21 والليلة 23، عقب ما يتكلم عن ثواب 100 ركعة في هاتين الليلتين يقول: ومن أحيا هاتين الليلتين بمذاكرة العلم فهو أفضل. إذن الشيخ الصدوق يقول أفضل الأعمال في ليلة القدر هو مذاكرة العلم، لكنه ليس أي علم، العلم الشرعي وخاصة علم التوحيد وعلم الإمامة. ولهذا بعض العلماء والمراجع والفقهاء عمدوا إلى الانتهاء من مؤلفاتهم في ليلة القدر أو في صبيحتها، يعني مثل من الموسوعات الفقهية الكبيرة لدى الطائفة الشيعية كتاب الجواهر للشيخ محمد حسن النجفي، هذا انتهى من تأليفه في الليلة 23 من شهر رمضان. السيد محمد حسين الطباطبائي انتهى من تأليف كتابه الميزان في فجر يوم 23 من شهر رمضان. وهكذا هناك مجموعة من الأسماء، لضيق الوقت أنا الآن اختصرت بها. وهذا الشيء لا يقلل من شأن العبادة في ليلة القدر من صلوات وأذكار وتلاوة وتهجد لها، ولكن كل ما كانت العبادة تنم عن معرفة ارتفعت وارتقت هذه العبادة، إذ تفكر ساعة خير من عبادة 1000 سنة. نجي الآن إلى الفقرة الأخيرة وهي الدعاء. كيف أدعو؟ كلنا محتاجون إلى الدعاء. الدعاء هو الطلب من الله سبحانه وتعالى. كلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، نحتاجه في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة، في كل شاردة وواردة. يقول تعالى: واسألوا الله من فضله، ويقول تعالى: أدعوني أستجب لكم. هناك رحمة، هناك خزائن لله سبحانه وتعالى لا تفتح إلا بالسؤال، كما في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن الله ليمسك الخير عن عبده فيقول: لا أعطيه حتى يسألني. إذن مطلوب من الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى وأن يسأله في كل صغيرة وكبيرة. لكن
هذه ليلة القدر وقتها محدود، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. قد لا يكفي الإنسان أن يعدد ما يريد أن يعدده من حاجات ودعوات، ولكنه فليختصر على الأهم. فالمهم، هناك دعوات، دعوة إجمالية، وهناك دعوات تفصيلية. يقول الإمام علي عليه السلام في المناجاة الشعبانية: إلهي، ما أظنك تردني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها منك. مضى شهر شعبان وقرأنا هذه المناجاة، هل فكرنا ما هذه الحاجة التي كان يقصدها الإمام علي عليه السلام؟ ما هي الحاجة التي أفنى عمره الشريف فيها؟ هي حاجة مبهمة في الحقيقة، ولكن ممكن أن نتلمسها. هذه الحاجة معناها ممكن أن نتلمسها من خلال دعاء عرفة لابنه الإمام الحسين عليه السلام. يقول: وأسألك اللهم حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني، أسألك فكاك رقبتي من النار. هذه الحاجة هي الحاجة الأم التي سائر الدعوات تبتنى عليها وتنصهر فيها. دعاء الجوشن مما يقرأ في ليالي القدر، في الليالي الثلاثة، الليلة التاسعة عشر والليلة الحادية والعشرين والليلة الثالثة والعشرين. يقول الشيخ المجلسي: يستحب قراءة دعاء الجوشن في هذه الثلاث الليالي. 100 فصل في دعاء الجوشن كله ينتهي بالغوث، الغوث خلصنا من النار يا رب. إذن المطلب الأساسي في ليلة القدر، الجوهر هذه الدعوات، هذه الخلاص والعتق من النار. النبي صلى الله عليه وآله كان يخدمه شخص يدعى ربيعة بن كعب. قال له النبي صلى الله عليه وآله ذات يوم: يا ربيعة، خدمتني 7 سنين، أفلا تسألني حاجة؟ فقلت ربيعة يقول: فقلت يا رسول الله أمهلني حتى أفكر. فلما أصبحت دخلت على رسول الله فقال: يا ربيعة، هات حاجتك. فقلت: تسأل الله أن يدخلني معك الجنة؟ فقال لي: من علمك هذا؟ فقلت: يا رسول الله، ما علمني أحد، ولكني فكرت في نفسي وقلت: إن سألته مالا كان إلى نفاد، وإن سألته عمرا طويلا وأولادا كان عاقبتهم الموت. قال ربيعة: فنكس رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه ساعة ثم قال: أفعل، يعني سأدعو لك بالجنة، ولكن أعني بكثرة السجود. الشيخ عباس القمي في كتابه مفاتيح الجنان يروي يقول: قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، ماذا أسأل الله تعالى إذا أدركت ليلة القدر؟ قال: العافية. العلماء والفقهاء يقولون العافية، هذه الألف واللام في العافية، يقولون هذه اللام هي استغراق الجنس، يعني كل ما يدخل في العافية داخل في هذه الكلمة، يعني العافية في الدين، العافية في الدنيا، العافية في الجسم، العافية في المال، العافية في الولد، العافية في كل ما من شأنه أن يكون الإنسان في سلامة يدخل في هذه اللفظ. ومن العافية والتي ينبغي أن الإنسان يحرص عليها هو الدعاء بحسن العاقبة، أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى ويلح عليه أن تكون عاقبته خيرا. النبي صلى الله عليه وآله بعد أن يتكلم، كان يتكلم عن العافية، يقول:
وأسألك تمام العافية. ثم قال: تمام العافية الفوز بالجنة والنجاة من النار. هذا بشكل عام فيما يتعلق بالدعاء، بس هناك لفتات بسيطة أحب أن أستعرضها وأختم. روي أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى فقال له: يا موسى ادعني على لسان لم تعصني به. فقال عليه السلام: وأنى لي بذلك؟ فقال: ادعني على لسان غيرك. يعني خلي الإنسان يطلب من كل إنسان يطلب من صديقه، من أخيه، من المؤمنين أن يدعو لهم ويدعو له. رواية أخرى: من قدم 40 رجلا من إخوانه، الإمام الصادق عليه السلام، من قدم 40 رجلا من إخوانه المؤمنين قبل أن يدعو لنفسه استجيب له فيهم وفي نفسه. يعني الإنسان قبل أن يشرع بالدعاء إلى نفسه خلي يدعو لإخوانه المؤمنين ثم يدعو إلى نفسه. وهذه سيرة أهل البيت عليهم السلام، كما في خبر الذي ينقله الإمام الحسن المجتبى عليه السلام عن أمه الزهراء قال لها: يا أمه، ما أراك دعوتي لنفسك؟ بدأت بالجيران، قالت له: الجار ثم الدار. السيد ابن طاووس في كتابه الإقبال يقول، هذه اللفتة موجودة، يقول: بعد أن انتهيت من تأليف كتاب الإقبال في إحدى الليالي يقول خطر في بالي، يقول: من هو أحق بالدعاء أن أدعو له؟ أدعو للمؤمنين، أدعو للمؤمنات، أدعو للإخوان، أصدقاء، أصحاب الفضل من العلماء. يقول: فخطر في بالي، هذه الالتفات صراحة غريبة يعني، يقول: فخطر في بالي أن أولى الناس بالدعاء هم الجاحدين لله سبحانه وتعالى. أولى الناس بالدعاء هم الجاحدون لله سبحانه وتعالى والمنكرون لربوبيته. يقول: لأنهم هؤلاء قد تعدوا على مقام الله سبحانه وتعالى، فهم أولى بالدعاء من غيرهم من العارفين بالله سبحانه وتعالى. يقول: فأخذت أدعو لكل ضال بالهداية، لكل معتدين بالرجوع إلى ما كان عليه، ثم شرعت في الدعاء لإخواني المؤمنين وأصحاب الفضل والتحقيق، ثم دعوت لنفسي بما يمكن منه من الدعاء. إذن هذه إطلالة سريعة عن هذه الليلة المباركة وفضيلتها. وإذا كان من توجيه ممكن أن أوجهه أن أقول للإخوان: لا تنسوني ولا تنسوا إخوانكم المؤمنين من الدعاء، خصوا صاحب الزمان عليه السلام بالدعاء. ولا بأس للإنسان أن يستعد لليالي القدر الثلاث قبل مجيئها، يعني لا بأس للإنسان أن يقرأ في تفسير ليلة القدر، خليه يطلع على التفاسير، فإنها سورة عظيمة تحكي مقام أهل البيت عليهم السلام. خلي الإنسان يطلع ويقرأ في آداب الدعاء، كيف يدعو ربه. صحيح في بعض الروايات أقول الإنسان خل الإنسان يدعو الإنسان على عفويته ببساطته، لكنه كل ما كانت العبادة عن وعي وبصيرة وفهم كانت الأمور أفضل. بلغنا الله وإياكم في ليلة القدر وإحياها، وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.